لا شك أن التطور التكنولوجي فرض سيطرته على حياتنا الاجتماعية والعملية من مختلف جوانبها، وصار من الضروري على معظم الشركات عرض منتوجاتها عبر الإنترنت لتوسيع انتشارها ونجاح أعمالها. بيكسل باك شركة بتساعد الشركات الأخرى على تسويق منتوجاتهم على مختلف أنواعهم عبر تطبيق خاص لكل شركة، تعرض من خلاله هيدا المنتج إلكترونياً على طريقة ثلاثي الأبعاد 3D أو الواقع الافتراضي Virtual Reality. عرفنا أكثر عن حالك. أنا رئيس تنفيذي شركة اسمها بيكسل باك، أسستها ب 2012 بدبي، ومنتخصص بال Virtual Reality وال Augmented Reality، الواقع الافتراضي يعني، وعبر تقنية ثلاثية الأبعاد. إيه نعم صح. ولأنه أنا عندي خلفية بالساينس والآرتس، لقيت إنه وقت مناسب لحتى أدخل هيك فكرة بالسوق. هل فينا نقول إنه بيكسل باك كانت نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ كانت نتيجة تجربة شخصية، لأنه كنت أنا أشتغل بشركة بوما وأهتم بكل الانيشيتيفز الرقمية بالشرق الأوسط، ولقيت إنه في جاب بالسوق لحتى الناس كان بدهم طريقة جديدة يقدروا يتفاعلوا مع البراندز. عندكم فكرة بتقرب العالم من المنتوجات يلي عم يشتروها عبر تطبيق أنشأتوه، بقرب التواصل بين الزبون وصاحب المنتج أو صاحب الفكرة. هي إنه بتقرب الزبون لهالمنتجات حتى إذا منهم موجودين بالواقع، فنحن منصير من خلال 3D animations و content نحط هالتطبيقات بالواقع بطريقة لحتى الزبون يقدر يتواصل ويتفاعل معه. داني، كيف تشتغل هيدا الابليكيشن؟ هيدا الابليكيشن اسمها كولر بوغ، وبتشتغل مع كتاب، وعملنا قصص لكل كاركتر هون. اوكي. يعني عندنا كل هالكاركترز هن مثل الهيروز تبع القصه، ليدي باغ، باكسي وغيره. فلما الولد يلون هالورقه بيفتح الابليكيشن، بيضغط بلاي، ووقت الكاميرا تتعرف على الصورة بيطلع الواقع الافتراضي، وتاخد الانيميشن، بياخد الالوان اللي الولد اختارها على الورقة، وفي يصير يتفاعل مع الكاركترز وياخد معلومات زيادة بطريقة تسلية اكتر. هلأ هو الليدي باك عم تحكي مع الولد مع الطفل، وعم بتخليه يعرف عن الحيوانات. اوكي. وهو الولد فيه يعني اوكي بتفاعل مع الليدي باك وبتعمل له هلو. وفي عنا كتير من هالصور، وكل صورة إلا قصتها مثل ما بيقولوا. خلينا نشوف هيدا الأرنب. اوكي، فهيدا الأرنب تنوع هلأ مش ملون. مش ملون. لازم اول شيء يعمل داونلود لهالباك، نعمل هيك لحتى البرنامج يضله خفيف. فالولد فيه يختار اي صور بده يخليهم يعيشوا. اول ما تخلص بيضغط بلاي من هون، ونفس الشيء بتصير بيطلع هون ارنب، بس هون بيكون كله ابيض لانه مش ملون. اوكي، يعني كمان الولد بيتفاعل معه. ايه بيتفاعل معه، هيك انه بيخليه. لقينا انه عملنا هيك ورك شوبس بالمدارس، والولاد يعني they get hypnotized by it. يعني مبرمج على شو بتكون تعطوا معلومات للطفل. صحيح. في منهم في معلومات، في منهم العاب، في منهم الوان. ايه اوكي. وبعدين من بخلال الكتاب في يتعلم كيف يرسم هالكاركترز، في كويزز كمان هون مثلا where is the Eiffel Tower located، معلومات عامة. ايه. وقلت لك كمان هيدا اذا ما عنده اياه الكتاب الطفل في يلاقيه اونلاين. ايه، في يطبع الوراق، بس وراق التلوين على الموقع getcolorbug.com. بس تيشتري الكتاب اللي هي فيه قصص، فيه كويزز وهيك، لازم يشتريها من امازون. أوه. موجودة على امازون. لكن خلينا نشوف تبع المشرف هيدي بنفس الطريقة، رح تكون بلاك اند وايت.
بتعرفنا على حديقة أم الإمارة. تهون تنرجع نعيد بتقول وهو أحسن كمان كل ما الولد لون أكثر ليطلع أكثر أنيميتد. حلو، يعني هيدا عم تعلمون أيام من رمضان، أيام إنسانية أكثر. صحيح. حلو. بعدين فينا ناخذ سناب شوت مثلاً من الصورة اللي بتكون ملونة، بيبعتون لأهلهم أصحابهم، بياخد فيديو كمان إذا بده خلي أصحابهم يعرفوا عن الأبليكيشن، بيسجلوها وهي كمان فيهم يبعتوها لأصحابهم. حلو، very interesting. طب داني، وين بتشوف الشركة بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، أو خلينا كمان نقول بالمستقبل القريب؟ نفتح سوق أمريكا، لأنه عنا مستثمرين من سيليكون فالي عم بيحمسونا كتير نفتتح شركة هناك. ومن خلال خبرتك أنت، شو بتنصح الأشخاص اللي عندهم كمان فكرة وحابين يبلشوا بمشروعهم الخاص؟ بنصح الشباب اللي عندهم طموح كونوا شركتهم ويطبقوا أفكارهم، يكون عندهم ثقة بنفسهم، ما يخافوا شو الناس بتفكر. داني، كيف توصف نجاحك اليوم؟ بعتبر حالي كتير محظوظ، لأنه بيكسل بوغ وهالمشروع فتح لي كتير أبواب. عم بقدر أشتغل مع ناس كتير ذكية وأتعرف على ناس لهم أهمية كتير. وخلال هيدا الفترة شو أكتر أسس النجاح اللي أثرت فيك؟ لما نجحنا الجائزة الأولى لأفضل شركة تقنية بالعالم العربي مع MIT Enterprise Forum. داني، شكراً على وقتك، وإن شاء الله من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح. Thank you. شكراً. لا شك أنه التجارة الإلكترونية فرضت حالها على مجتمعاتنا، وأصبحت طريقة عرض المنتج عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي هي الأهم. بيكسل باج وبفكرتها المميزة عم بتحاول تساعد الشركات بعرض منتوجاتها بطريقة مختلفة عن ما نحن بنعرفه أصلاً، وذلك عبر تقنية الواقع الافتراضي أو Virtual Reality.